السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشيني جدا. النهارده هنشوف مع بعض نوع جديد من الرسم اسمه الرسم بالتنقيط. ناس كتير سألتني عليه وناس كتير عايزة تعرف بيترسم ازاي، ومعظم المحترفين في الرسم بيحبوا النوع ده من الرسم. وان شاء الله بعد ما تشوف النوع ده بالذات من الرسم احتمال يكون افضل نوع عندك بعد كده، او التكنيك بتاعك في الرسم، وممكن يخرجك من حالتك النفسية لو انت متضايق ولا حاجة وترسم بالطريقة دي وتطلع رسمة جميلة جدا بشكل مختلف. تعالوا بقى نتفرج على نوع رسم مبتكر واول مره نتكلم فيه، وتقريبا محدش في اليوتيوب كله اتكلم عن النوع ده من الرسم. قبل بس ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش اللايك ودعم القناه والاشتراك في القناه لو انت اول مره تنورني. في نقطه بس عايز اتكلم فيها كده، الناس اللي بتعمل ديسلايك. الديسلايك لا دي ليه بيعملوا ديسلايك مثلا؟ ما تقول لي ايه اللي ما عجبكش مثلا وتعمل لايك برضه، فاهم يعني؟ لو اعمل لايك في كل الوقت يعني. بفكركم ان الفيديو ده هيبقى افضل فيديو عندكم تتفرجوا عليه على اليوتيوب. يلا نبدا الفيديو ونشوف الرسم بالتنقيط ده عامل ازاي. هنعمل اوت لاين بالقلم الرصاص عادي، وهنشتغل بقلم اسمه يوكن او قلم ماركر عادي بتاع السبوره، اي قلم عندك بتاع سبوره بس يبقى السن بتاعه عريض. هنعمل بيه الاوت لاين. كل شغلي في الاول بعمل اوت لاين عادي جدا على الرصاص اللي انا اشتغلت بيه. زي ما عرفنا في الاول مع بعض ان لما اجي ارسم الاوت لاين بتاع الشكل ما بتحسبش رسمه، لازم اظلل عشان تبقى رسمه، لان احنا عرفنا ان الرسم بيتكون من نسب وابعاد ثم تظليل. وقلت لكم دايما ان اي تكوين او اي شكل انا برسمه عشان يتحسب عليا رسمه كامله لازم يبقى فيه تظليل، والتظليل بيمثل 80% من الرسمه، فعشان كده هو مهم وهو اكتر حاجه هنتعلمه في الفيديو ده. لو انت فهمت نظرية الظل والنور ببساطة هتعرف ترسم اي حاجة، وهتعرف ترسم بأي حاجة معاك. بعد ما عملنا الاوت لاين بالقلم اللي هو السبورة او الماركر اللي اشتغلنا بيه، هنشتغل بقلم اسمه يوني بن 0.8 الدرجة بتاع السن بتاعته. 0.8 السن بيبقى عريض فيها شوية عشان يملى معايا مساحات اكتر ونخلص الرسم بسرعة. التظليل بالتنقيط هو بيلعب على اساس الظل والنور، ان انا لما ببقى عايز اغمق الجزء بتاعي بقرب النقط من بعضها، ولما اجي اختار جزء فاتح ببعد النقط عن بعضها. هنشوف في الفيديو مع بعض لو لاحظنا ان الجزء اللي فيه نقط قريبه من بعضها خالص بيبان غامق، والجزء اللي فيه نقط بعيده عن بعضها بيبان فاتح. الجزء ده غامق اهو عشان بقرب النقط من بعضها. الرسم بالتنقيط هو من افضل التدريبات اللي هتعلمك التظليل وهتخليك محترف جدا في التظليل، عشان كده بنصحك تجرب الرسم بالتنقيط، هيبسطك وهيطلع معاك لوح حلوه قوي، وممكن يبقى ليك ستايل مختلف عن مليون فنان، فحاول تجربه لو انت لسه ما جربتش النوع ده من الفن. اي حد عارف الظل والنور او فاهمه كويس بيعرف يرسم اي حاجه، مفيش حاجه معجزه قدامه. يعني لو انا هاجي ارسم بالمسامير زي التنقيط كده، هجيب خيط ومسامير وهعمل لكم برده فيديو بالرسم المسامير والخيط، حاجه سهله جدا. انت برده بتيجي في المنطقه الغامقه بتقرب المسامير والخيط من بعضه جدا، وتيجي في المنطقه الفاتحه بتبعد العقد اللي انت بتعملها بالخيط عن بعضها، وهي دي نظريه الظل والنور اللي كل الفنانين في العالم بيشتغلوا عليها. Thank you.
لو حد عايز يفهم ظل ونور اكتر لازم يسمع كورس الاحتراف اللي انا نزلته للمبتدئين، هنزله لكم في صندوق الوصف عشان تسمعوه. النوع ده طلب مني من ناس كتير، عشان كده عملت لكم ليه فيديو، واي حاجه انتم محتاجين لها فيديو قولوا لي عشان اعمل لها فيديو. النوع ده احيانا برضو بيستخدم في الحالات النفسيه زي ما احنا اتكلمنا عن الرسم بالشخبطه، دي من الانواع الجميله جدا اللي بتخرج الطاقه اللي جواك بشكل حلو قوي، يعني ما بتبقاش متقنه قوي ولكن بتطلع حاجه جميله جدا، واعتمادها كله على اساس فهم الظل والنور عامل ازاي. لازم نعمل الاوت لاين بقلم رصاص اتش بي خفيف قبل ما نشتغل عشان نضمن ان احنا نطلع رسمة جميلة. ببساطة لما ابقى عايز اغمق حتة بقرب النقط من بعضها، ولما ابقى عايز افتح الحتة بوسع النقط دي بعيد عن بعضها جدا. حبيت اشارككم النهاردة نوع جميل جدا من الفن، نوع جديد ومبتكر وهيعجبكم جدا، وان شاء الله تعملوا بيه لوحة كتيره. انا مستني تعليقاتكم بقى، تقولوا لي عجبكم النوع ده من الفن ولا ما عجبكمش. النوع ده على قد ما هو بسيط جدا ولكن جميل جدا، وممكن تطلع منه لوحة رهيبه جدا بشكل سهل قوي. هنيجي على جزء زي ده دلوقتي، هنغمق فيه جدا اللي هو تحت الايد عشان ما فيهوش نور، هنغمق جدا ونكتر النقط دي جنب بعضها. ده من افضل التدريبات اللي هتساعدكم جدا على فهم الظل والنور، فحاولوا تطبقوه بايديكم وما تخافوش. الادوات بتاع الرسمه ببساطه قلم رصاص اتش بي خفيف، نخطط بيه الاوت لاين براحتنا ونمسح بالاستيكه براحتنا مليون مره لحد ما نلاقي الاوت لاين اتظبط معانا، بعد كده نشتغل بقلم تحبير، ولو عندك قلم حبر عادي قلم حبر عموما ممكن تشتغل بيه زي ما انا شغال كده.
تعلمنا مع بعض النهارده نوع جميل اسمه الفن بالتنقيط. يا رب يعجبكم، ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو والاشتراك في القناه لو انت اول مره تشوفني، عشان بنزل حاجات مختلفه ودايما الواحد بيسعى ان يجيب حاجات مميزه في القناه عنده عشان يفيد الناس. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه ونوروني في القناه وفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات توصلكوا اول باول، عشان الفيديوهات ما بقتش توصل للناس. وما تنسوش الاشتراك في قناه الفلوجات تحت الفيديو، هنزل عليها حاجات من يومياتي جميله جدا هتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد يا اجمل فنانين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.